بقى السنه الاولى عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا انا يا سنه اولى انا معاكم اس هدى، نشرح مع بعض الحروف الايه؟ الهجائيه. مين يقول لي يا سنه اولى الحروف الهجائيه بتاعتنا كام حرف؟ مين يقول لي؟ ايه انا سامع حد بيقول لي 28 حرف. برافو يا سنه اولى، اتجننوا. الحروف الهجائية بتاعتنا دي يا ولاد فيها حروف شقية وحروف تانية صديقة. حروف ايه؟ شقية وحروف تانية صديقة. طيب يا ولاد تعالوا نشوف حديقة الحروف الهجائية بتاعتنا جايبة لنا حرف ايه النهاردة؟ جايبة لنا حرف ايه ده يا ولاد؟ مين يعرف الحرف ده يا سنة أولى؟ حرف ايه؟ أيوة برافو عليكم، ألف. وكنا اتفقنا قبل كده يا سنة أولى إن كل حرف زي ما ليه اسم ليه إيه؟ أسمع تاني. أيوة صوت، برافو، اتجننوا يا سنة أولى. كل حرف زي ما ليه اسم ليه إيه؟ صوت، برافو عليكم. أنا عندي النهاردة حرف الألف، اسمه ألف، صوته إيه؟ صوته أه، برافو عليكم. تعالوا نشوف يا ولاد حرف الألف بتاعنا ده، مين يقول لي حاجات كده حوالينا حرف الألف؟ تعالوا نشوف، بس الأول ناخد نفس عميق ونبدأ الدرس بتاعنا. يلا بينا يا سنة أولى، حرف الألف زي كلمة إيه؟ تعالوا نبص كده، مين عارفه ده يا ولاد؟ أيوة أسد، آ آ آ أسد، برافو عليكم. ودي إيه يا ولاد؟ دي سمة إيه؟ برافو، أم أم أم. تعالوا نشوف كمان إيه؟ ألوان ألوان. طب هو يمس حرف الألف بس اللي حرف شقي؟ لا يا ولاد، في معنى
احط كل حرف فين في مربع لوحده؟ اسمع تاني، كل حرف فين يا سنه اولى في مربع لوحده؟ ارنا، احط حرف الالف لوحده، وبعد كده الراء لوحدها، وبعد كده النون لوحده، والباء لوحدها. طيب يا حلوين، خدنا الف فتحه ايه؟ طب الف كسره ايه؟ الف فتحه قلنا ايه؟ الف كسره ايه؟ برافو يا حلوين. زي كلمه ايه؟ ابره. ابره بنعمل بيها ايه؟ بنخيط بيها الهدوم، بس مامي اللي بتستخدمها. طيب ابره شاطرين، تعالوا نحللها. قلنا نعمل ايه؟ كل حرف في مربع لوحده. اسمع تاني يا سنه اولى، كل حرف في مربع لوحده. يبقى حرف الالف يا ولاد، وبعد كده حرف الباء، وبعد كده حرف الراء والتاء. برافو عليك. طب الالف ضمه ايه يا ولاد؟ اوه، الف ضمه ايه؟ اوه، زي كلمه ايه يا ولاد؟ شايفين صوره ايه دي؟ دي اوزون. برافو. حرف الالف لوحده، ولما نيجي نحل الالف لوحده، وبرافو الزن لوحده، وبعد كده النون لوحدها. برافو. طب الف سكون مين يا قلبي يا حلوين؟ ها، قلنا الف فتحه ا، الف كسره اي، الف ضمه او، الف سكون ا. برافو. زي كلمه ايه؟ فقر. فقر. سامعين؟ سامعين يا ولاد؟